يا سلام عليا، ده انا تسلم ايدي زي القمر. وبعدين يا بنت انا مش قايله لك اسبوكي بره علشان انا ما بعرفش اسبغ فين بس. انا رحت للكوافير قعدت سمعت ارقام بالالوفات والميزانيه ما تستحملش خالص. عشان تعرفي مالكيش بركه الا اختك. مفيش حاجه ابدا بتتعمل لوجه الله. ستي نقطينا بسكتك وخلصي الشعر اللي بتعمليه ده. يا لهوي عليكي، عارفه اني هسمع الكلمتين دول في الاخر. وبعدين انت ما بتاخديش منه فلوس تعملي الكلام ده ليه يا اختي؟ ما كل ده علشانه، مش عارفه تفضلي تحوشي له لحد امتى. على راي المثل البخيه جاريه. جاريه مين دي اللي جاريه يا بت؟ لغوشي يا اختي لغوشي على الكلام. انا عارفه انك هتعملي كده. عموما عقلك في راسك، انت حره. يو يا شهد، واحنا اللي هنعيده وهنزيده؟ ما كفايه بقى، ما انت عارفه اللي فيها. ما هو اللي جاي على قد اللي رايح، هطلب منه ايه؟ البني ادم لازم يبقى عنده دم. لا يا اختي تبقي بتحبيه وده يبقى في هواه. عموما براحتك، مفيش فايده فيكي ابدا. طب خلصينا بقى، قوليلي حلو ولا لا؟ انا بقالي كتير قوي ما عملتش شعري. حبيبتي شكلك زي القمر. طب والنبي والنبي يا شهد ما تنسيش اللي قلت لك عليه. يا بنت خلاص بقى بلاش صداع، ما عرفت هعدي عليه في المدرسه واخده، بشوف اخرتها معاكي. ربنا يخليكي ليا حبيبتي. حلو قوي، تسلم ايدك. البيت كله ريحته تقليه وانت كل ده ما خلصتيش اكل. طب قول سلام عليكم. طيب ريحتك توم. ادم 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 مش هنا، راح مع شهد يتفسح وهيبات عند ماما. ما استأذنتنيش ليه قبل ما يبات بره؟ وانا كيس لب في البيت ده؟ ما تقولش على نفسك كده، ده انت سيد الرجاله. انا هفهمك. لا تفهميني ولا تنيليني، مش عايز افهم ولا تنيل. الله الله الله، ده ايه الشغل العالي ده وشموع وكلام كبير قوي. يا رب يعجبك. لا ادوق الاول وبعدين اقول. ده حلو. مراتك اشطر طباخه في المنطقه. بس انت كده خلصت ميزانيه الشهر كلها على العشوه دي. يا حبيبي ولا يهمك، المهم انت تبقى مبسوط. ما لبستيش الفستان اللي طلعتيه من الانقاض ليه؟ ولا ما دخلش فيك؟ يا دي تسلم ايدك. لا لا تسلم ايدك طبعا، انا بهزر. بقول لك حبيبتي، ينفع بس تعملي لي كوبايه شاي عشان ابلع الاكل؟ انت ما اكلتش حاجه، ده الاكل لسه زي ما هو. لا ما انا بحب ابلع بقى. انا في البيت ومراتي لسه صح، تنام بس واكلمك. ها باي باي. شاي. تسلم ايديك يا حبيبتي. هو انت ليه قمت من على السفره؟ مش قلت عايز تبلع؟ لا ما انا شبعت، الاكل كان حلو قوي تحفه. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.